السلام عليكم، اهلا فيكم في لوك جديد. والله حجم كبريات اليوم الخميس عندنا. المهم يوم الخميس عندنا اليوم بتكون ليله الجمعة. طبعا ليله الجمعة يعني تغير يوم الخميس يعني ليله الجمعة. المهم ان اليوم بيكون ليله البلاك فرايدي، فاكثر المحلات عندنا الحين مسكرين عشان بيفتحون في الليل، لانه بيكون من قبل الساعه 11 تقريبا في الليل، فبيبدؤون يبيعون بالتخفيضات حق البلاك فرايدي. ما حدث في بالي شيء اشتري في بلاك فرايدي الا عربانه بنتي. راح يكونون زحمه في المول الحين، وتارجت وكاسكو كلهم من المحلات. خلوكم معي ونشوف. عيون البابا. ايوه شوفوا المحلات عندنا هنا، هذا المجمع يعتبر. شوف المحلات هنا فاضي، شوف المواقف كيف، ما في احد موقف هنا. جاب وتي جي ماكس وكذا محل هنا للملابس، راح يفتحون يمكن بعد الساعة 5 في الليل، تبدأ على طول مع العروض. اللوح اللي هنا مكتوب ان بلاك فرايدي 60% خصم. شوفوا بعد التارجت ما في احد، فاضي كلهم عشان في الليل يفتحون تبدا التخفيضات. وصلت المول الحين لان صديقه زوجتي تشتغل هنا في ميسز، كلمتها وقالت لها نبداوا من الحين. استغربت، ما توقعت يعني بدون نهار الخميس، وهو اوريدي يعني وهو اسمه بلاك فرايدي، يعني اكثر شيء تقدر تبدا ان يوم الخميس في ليله الجمعه، لكن هنا قلنا نبدأ من الحين. فبننزل بنشوف الحين. عندي خبرين، خبر سيء وخبر كويس. خبر كويس ان نبدأ الحين بلاك فرايدي، الخبر المو كويس اني نسيت البوك في الشقة، فجاي هنا بتفرج يمكن زوجتي تشتري شيء، ما ادري. والله عروض قوي. شو هذا قيمة الاصل 12 دولار الحين ب4. برضو الثاني أول ما تخش يعطونك الكارت تفتحه وتشوف كم، يقول لك ممكن تحصل على 500 دولار، طلعت لي خصم على 10 دولار. شوف الزحمة كيف الكاشير. شو هذا سعره ب40 ينباع الحين ب20، وهذا اللي ورا سعره ب100 ينباع الحين ب40، وهذا سعره ب20 ينباع ب10. طبعا مو كل المحلات فاتحين، عشان المحلات يفتحون في الليل، لان الحين في النهار يكون الموظفين مجتمعين مع اهلهم في عيد الشكر، وتقريبا يمكن على الساعه 8 يجون يجهزون المحلات. هذا المحل مسوين حركه هنا، الاول نفس القيمه، الثاني 75% خصم. هذا محل بادي ووركس، اشتري ثلاثة تحصل على ثلاثة مجانا. هذا محل مجوهرات، شايلين كل شيء منه، هذا شو السالفة. المهم انه حاط عرض 50% خصم. احنا الواحد بيكون في الليل، طبعا ما راح اقدر اجي لانه بيكون زحمة زحمة، يبطون السارة برا وعلى ما يدخلون الناس، فمتوقع اقدر اجي، ما احب الزحمة. بس وريتكم العروضات اللي بتكون هنا. شوف هذه اللعبة يتجمعون فيها الاطفال هنا، اشتغلوا البروجيكتور اللي فوق. وين الكورة؟ ما ادري وين الحقيقة هذه. شوف بس يصلون لها يضربونها تنضرب بالرجل. جبت كورة. في الليل يمكن اروح للمار بصور لكم، فارجع معكم في الليل. رجعت معكم، الحين الساعة 6:30 تقريبا عندنا. والله ما ادري جوال اخواتي، ما عندي ساعة في اليد. تونا مصلين صلاة المغرب وجهزت وطالعين الحين رايحين للمار. بس قبل ما اروح المارت بمر التارجت بشوف المول. طبعا افتحوا خلاص، افتحوا المحلات كلهم بدعوا، ما اتوقع بروح المول، بروح التارجت بعدين بنروح المارت.
نسيت بوكي مرة ثانية، خلنا نروح أجيب. بدأت الزحمة أنا أشوف السيارات. لا الزحمة ذي أتوقع خلصوا كل شيء. شوف الناس يطلعون بكراتين. شو دي؟ خلوا شيء لنا، شوف التلفزيون يطلعين. خلص ما بقى شيء في التارجت الحين. اليوم العصر كانوا هنا حاطين زي السور ينظمون الدخول، فأتوقع خلصوا ودخلوا ناس واجد وخشروا، الحين ما بقى شيء داخل. بس نشوف. أول مرة أشوف التارجت كذا الزحمة. بس خلصنا من التارجت، رايحين للوول مارت. وصلت للوول مارت زحمة مرة داخل. السنة اللي طافت نفس اليوم بلاك فرايدي صورت للوول مارت، تشوفون الفيديو تحت في الديسكربشن. يا اخوي ما ترجع من منطقتك يا اخي. اي منطقة؟ رايح جاي رايح جاي متعب. متى تجي؟ والله امس الليل صلي. انتوا كلني قاعدين هنا، هم قاعدين هنا، ما تجي. والله هذا بيسوي بالفلوج. بس ادور يوسم تايب سي هنا ادخل الجوال نكسس. بس وكذا خلص يومنا في بلاك فرايدي. هذا الاشياء اللي شريناها. ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم. وهذه بنتي تقول لكم السلام عليكم برضه.